بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، وأشكر الأحبة اللي يعني أتاحوا لي هذه الفرصة أني أكون وياكم، وأنا دائما معكم إن شاء الله. ورغم الحصار يعني ورغم التضييق عليكم في المناطق، وتقام هذه الفعالية معرض للجرحى لما يمثلون الجرحى من معنى. وعندما أتكلم عن الجرحى أتكلم عن جرح الجريح، هذا الجرح اللي يبقى شاهد على كل شيء. يوم اللي ننتصر وتتحقق أهدافنا ويتغير الحال، هذا الجرح سواء كان في موقع مواجهة، سواء في دفاع عن القرى، أو كان تحت التعذيب في السجون، سيكون شاهد حي على ظلامتنا، ويكون عبرة ويكون فخر لصاحبه، لأن الله سبحانه وتعالى يقدر هؤلاء. وهذه المعاناة مع كل ألم هو أجر لكم إن شاء الله. طبعا النظام يريد أن يتخلص من الجرحى، هذا ما شهدته أنا قبل 5 سنوات ونصف عندما كنا في البحرين في مجمع السلمانية الطبي، ومن خلال الحراك والعمل اللي قمنا فيه. دعوني اليوم أنا أنتهز فرصة وأقول لكم شيء، ويسمح لي يعني الأحبة أن أذكر هذا الكلام. محمد الساري هذا الجريح البطل هو اللي أثر فيني، هو الشخصية اللي أثرت فيني، هذا طبعا الخلوق الطيب الموجود بينكم الحين، الشهيد الحي تغمرني أخلاقه. أتذكر، وهذه أول مرة أقولها، عندما انجرح وادخل السلمانية، وبعد يوم أو يومين زرته، وكانت لي كلمة في دوار اللؤلؤة. فقبل ما أطلع الدوار وأنا من في الجناح معاه في الغرفة، سلمت عليه، رحت ببوس راسه ما خلاني، قلت له وش توصيني؟ أقول للجمهور وصلهم سلامي وأنا بخير. قال لي هذه ما أنساها، صموده وأثر فيني، هو قدوة الجرحى، هو قدوة شبابنا، وشبابنا كلهم قدوة، كلهم واعين. هؤلاء اللي يعني في كل مكان تشهد لهم الساحة. طبعا الجرحى هم قسمين، 3 أقسام، قسم في السجون، قسم مطاردون، وقسم في المنزل يعني يعانون. اللي في السجون على سبيل المثال إلياس فيصل الملة يعاني. اليوم جتنا حالة بعد أحمد حسن أحمد الشيخ، 1.5 سنة تقريبا إصابة في عين اليسرى من شوزن، يعاني، وغيرهم بالمئات، الله يفرج عنهم إن شاء الله. وتحية أيضا للمطاردون الجرحى، هؤلاء الأبطال، هؤلاء الملائكة في الأرض. طبعا أنا ولا أنسى أن أذكر هذا البطل، مسعف الجرحى الأول والطبيب الأول والقلب الكبير الدكتور علي العكري، الذي هو بإدارته وبحكمته يعني أنقذ حياة الكثير من هؤلاء، هو والزملاء والأساتذة في الكادر الطبي. فتحية لكم جميعا، وسلام الله على جروحكم، وتحية لهذه الفعالية وكل المشاركين فيها، وثقوا أن احنا كلنا إن شاء الله نكون مع بعض إن شاء الله إلى أن يأتي هذا اليوم اللي فعلا يعني نرفع راية النصر بسبب هذه الجراحات وهذا الصبر. أحيي القائمين على هذه الفعالية المباركة، وأحيي كل فعالية تخدم الجرحى وتخدم المصابين، والشكر لكل الجنود المجهولين من الأطباء والمسعفين، من هم إلى هذه اللحظة يعالجون ويساعدون أبناء بلدهم، وكل الغيارة. طبعا أحييكم من المهجر، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في حال أفضل من هذا الحال، والله يشافي كل جريح إن شاء الله، ويخليه معافى سالم إن شاء الله. وتحية لكم، على أمل أن نلتقي إن شاء الله. خادمكم الصغير وأخوكم دكتور إبراهيم العرادي من المهجر إلى هذا المعرض المهم والفعال إن شاء الله. في أمان الله، ومع السلامة، ومنصورين، والناصر الله.